الفلوس ما شاء الله. أجزاكم الخير، أرحس جيكم بعون الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد صبيل أفندي رئيس الرابطة السورية للكرة العربية وجمعية سكب لأنساب الخير. اليوم الحمد لله رب العالمين أقيم فعالية سباق الدوري الرابع على مضمار أصالة الشمال، وكان في مشاركة طيبة أكثر من 40 راس خيل وزعت على 7 أشواط، والحمد لله كانت جوائز قيمة. وهذا الدوري هذا كان برعاية نادي الخليفة للفروسية وبإشراف لجنة أصالة الشمال. وطبعا هذه السباقات تعد من سن النبي صلى الله عليه وسلم، والخيل لها مكانة كبيرة لدينا، والمرء عندنا المرء لا ينف من خدمة 3: الوالدين والضيف والخيل. خدمة الخيل تعد يعني شرف كبير لراعيها، وراعي الخيل مأجور عليها إن شاء الله وتعالى. طبعا وزع في هذا السباق في هذا الدوري الحمد لله رب العالمين جوائز قيمة 300 دولار للفائز الأول، و200 للفائز الثاني، و100 دولار للفائز الثالث. ونتمنى استمرار هذه السباقات على هذه المضامير، وان شاء الله وتعالى في هذه السباقات لا الحمد لله رب العالمين شعبيه طيبه في الشمال السوري. المركز الاول والثاني والثالث وحظ اوفر للي ما فازوا. الله يكتب السلامه للجميع. شوط الوطني جهزونا حقكم، التوجه الى ستارت شوط الوطني. يا شباب فضينا الساحه، الحجه العسكريه رجعونا الحلب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم قدمنا من مربط الهاشمي وشاركنا بعدة أشواط، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بشوط الغشم 1400 متر على مضمار أصايل الشمال الدور الرابع، أكرمنا بالفوز بالمركز الأول بالحصان أدم الفياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لمن قام برعاية هذا السباق ومن قام عليه، والشكر للأخوة الإعلاميين كل الشكر، جزاكم الله خيرا وأثنى عليكم. ما شاء الله اللهم بارك. اقفوا يا حسين اقفوا. الله يكسب. ما شاء الله صلوا على النبي. تستاهلون الفوز. صلوا على النبي.